أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الرباط هو الإقامة على الثغور في مواجهة العدو تأميناً لحدود المسلمين. هذا المرابط يترقب حارس أمين يدافع عن حرمات المسلمين، فلذلك كان أجره عند الله سبحانه وتعالى أجراً عظيماً. والمجاهد في كثير من الأحوال يترك أهله ويترك ماله ويترك أولاده وهم بحاجة إلى رعاية، فمن رعاهم حق الرعاية فإن له الأجر. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. هذا المرابط عنده أمان، إذا مات يؤمن من فتان القبر، عمله يستمر له كما هو ويؤمن من فتان القبر. المرابطون على ثغور بلاد الحرمين هؤلاء إن شاء الله ممن يشملهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المرابطين على ثغور المسلمين، لأنهم يدرؤون الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين ويتربصون بالآمنين ويتربصون بجيوش المسلمين، فهؤلاء على أجر عظيم.